كلكم، فأنا لست صائم ولكن يعني أصدقاء كثير يصومون الآن. فما الذي يتبادر إلى أذهانكم في رؤيتكم هذه الصورة؟ يتبادر إلى ذهني الأكل والصحة والصوم والدين. والآن سوف نناقش الجسم الإنساني وأيضا الجسم كرمز للحكومات والمجتمع، خاصة كبلد ما. مثلا جسم الإنسان ممكن يمثل مصر أو أمريكا. فأولا، لما نولد من أمنا عندنا نتمكن من خلايا جذعية وخلية ما تمكن أن تصبح خلية الدم أو خلية الكبد أو خلية الدماغ أو العصب في النظام العصبي أو خلية أخرى في النظام في الجهاز المناعي مثلا. نفس الشيء للناس، فشخص ما مارين أو نوا أو شخص آخر لما يولد لا يعرف 100% ماذا سوف يفعل أو يصبح في المستقبل. يمكن أن يكون شرطة الجيش أو مدرس أو مدير المستشفى أو. وداخل بطننا خاصة عندنا أيضا بالإضافة إلى كل الخلايا داخل كل جسمنا عندنا أكثر وأكثر ميكروبات داخل بطننا يساعد بالهرمونات والتطور في الحياة والصحة النفسية حتى، وطبعا التغذية والعمليات الأخرى. ولكن عدد النجوم في مجرتنا، في مجرة مثلا هذه مجرة، عدد النجوم تساوي عدد الميكروبات داخل البطن. فهذا تعلمت هذه السنة. في بطننا أحيانا نحس بالوجع أو بالأمراض. ممكن نفكر بالأمراض كخائنون أو الفساد في الحكومة. مثلا يقوم الناس بالانقلاب عسكري ضد الحكومة. فلما أكل شيئا ما سيئا أو أنسى من أقوم بالرياضة كل يوم، فبطني يقول ذلك إليه. يعتبر في الحقيقة البطن كدماغ ثاني في جسمنا، لأنه عنده جهاز عصبي خاص به 100% ويتصل بالدماغ بسرية. فلازم الدبلوماسية بين الدماغ والرأس والمناطق الأخرى داخل بلد مع البطن ومع مناطق متنوعة. فممكن الشرطة يكون جهاز المناعي لكي يقول أي لا قف، هذا ليس قانوني، هذا ليس في الدستور. والرأس والأحس
الإحساس ممكن يكون القاضي في أي قضية. هذه الصورة من الشرطة في تركيا مثلاً. أحياناً تركيا مثل أي بلد، تركيا الآن مريضة نوعاً ما بسبب مشاكل الأكراد والأحزاب ومجلس النواب، وخاصة أنا أعتقد بسبب أردوغان، ويقوم تقريبا بالديكتاتورية فعلا واسما، يعني كاسم هو رئيسا ولكن هو ولكنه ديكتاتور. على الرغم من وجود أربعة أحزاب كبيرة في أنقرة. تمام. نوع آخر من الدبلوماسية في المجتمع بشكل دولي بين البلدان، ممكن الألعاب الأولمبية مثلا كل عام أو كل عامين أو أربعة تجري هذه اللعبة في بلدان مختلفة، وهذا ممكن يكون الرياضة الصحية أو اليوغا داخل جسمنا لكي يقوم الدماغ والجسم والقلب والكبد والرقبة والقدم بالدبلوماسية مع بعض. أحياناً يقوم الناس بتقنين الأحساس هون في الرأس بدون الشعور داخل الجسم كله. هذا مهم للغاية للصحة النفسية كنحن كطلاب في الجامعة وعلاقتنا مع الآخرين أيضا. فالآن ذكرت من قبل عن هذا النظام العصبي داخل بطننا وداخل دماغنا. فكما ترون هذا ممكن يكون رمزا مفيدا لكي نفهم المجتمع والمشاكل داخلها. مثلا لما الأخوان رايت قاموا بإبداع للطائرات في الولايات المتحدة، نظروا إلى الطيور في السماء وقالوا كيف يمكننا أن نطير؟ ففي نفس الشكل يمكننا أن ننظر إلى أجسامنا لكي نتعلم درس من الطبيعة. فالآن سوف أسألكم، ما دورنا؟ ما أدواركم في المجتمع؟ سوف تكون نائب أو نائبة أو مدرس أو مدرسة، طبيب أو ضابط في الشرطة. ففكروا شوي، فكروا قليلا عن هذا ودورك في المجتمع. فشكرا.